خليني برضو اروح مع حضرتك كابتن لنقطة تانية، وفي دلوقتي بنتكلم عن فرق يعني صعدت حديثا للدوري وكمان لعبت على فكرة تدعيم صفوفها بصفقات جديدة، فهل احنا نقدر نقول كده مثلا ان الموسم الجديد هنلاقي منافس مختلف الى حد ما، هيبقى في شكل مختلف للمنافسة؟ ما فيش شك، الامكانيات المادية بتتيح للفرق انها تضم عناصر على كفاءة فنية، فاكيد المستوى هيزيد. يعني انا شايف فرق شركات وامكانياتها المادية متوفرة تقدر تجيب لعيبه حتى من الخارج، مفيش شك ده هيرفع المستوى، واكيد هي التنافس هيزيد مفيش شك. تمام، الموسم القادم التنافس هيكون اقوى، هيكون اقوى يعني طبعا. التنافس اقوى طبعًا. فيه حتى الفرق اللي قريبه في المركز الثالث والرابع والخامس، اعتقد يعني بحقق انا المركز برضه بقى عندي طموح احقق ده على صعيد المنافسه.